مع اقتراب عيد الأضحى المبارك امتلأت الشوادر بالأضاحي، لا سيما الخراف التي يحرص المصريون على شرائها مع اختلاف أسمائها وأنواعها. الأسعار البلدي بتاعنا بتراوح من 36 ل 37، الدرناوي من 38 ل 40. بيحطوا ملح في العلف، فالخروف طبعا بيشرب كتير، بيوزن في الميزان معاهم. كل ده ما بينفعش، الخروف بقى على ما بيروح للزبون بيخس أو في حر ممكن يفطس. الخروف بارمن بصحة جيدة، ما عينيه ما بتدمعش، عينيه مش حمرة، ما بيعرقش، لازم يكون قدامه سليم. المصريون رغم اختلاف أسعار لحوم الخراف هذا العام، لكنهم أشاروا إلى أن أضحية الخروف لها فرحة خاصة لهم ولأولادهم. دي عادة عن سنة عن الرسول، ودي عادة والأطفال بتفرح بيها، والناس متعودة أن هي تذبح وتفرق وتودي لجيرانها ولأصحابها ولأهاليها. النهاردة الخروف بيعادل 2000 جنيه، الاول كان ممكن الخروف يجيب 600 جنيه ب 400 جنيه 300 جنيه، النهارده بيشتركوا 2 3 اخوات ويجيبوا خروف ويذبحوه عشان يفرحوا الايه الاولاد. يقول لك بقى ايه، اذبح قدام الولد الخروف يبقى فرحان ويعمل الدم ويحط على الحيطه على البتاع، فدي بتبقى عاده. هناك العديد من الاضاحي التي يحرص المصريون على التضحيه بها في عيد الاضحى المبارك، لكن يبقى خروف العيد له طابع خاص في هذه المناسبه. على الرغم من ان ذبح الاضحيه في عيد الاضحى ليس فرضا واجبا، لكن مع ارتفاع أسعار الخراف واختلاف أنواعها لا تزال الأسر المصرية تتعامل مع خروف العيد باعتباره واجبا، ترصد له الميزانيات وتسخر له القدرات. محمد رياض، الحال اليوم.